أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية، والبداية بالعناوين. مع تقدم طالبان نحو كابول، الرئيس الأفغاني يعلن عن مشاورات لوقف القتال ويؤكد أولوية تعبئة الجيش. الجيش اللبناني يداهم محطات الوقود المغلقة ويبدأ بمصادرة كميات المحروقات المخزنة فيها. المركز الأوروبي لدراسات الإرهاب يتهم تركيا باستخدام ليبيا للضغط على أوروبا من خلال الهجرة. والجزائر تعلن إخماد 43 حريقا والجهود متواصلة لإخماد 29 حريقا آخر. أهلا بكم. البداية من أفغانستان، حيث أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني في خطاب للشعب أن مشاورات